كونها ممثلة للشباب على طاولة الحوار الوطني، أكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أنها تعتبر الحوار الوطني هو حوار مستقبلي يرسم خارطة طريق حقيقية. أنا مناطي رئيس في الحديث هو كوني ممثلة للشباب على هذه الطاولة رفيعة المستوى من مختلف الأطياف السياسية، والحقيقة أنا بعتبر أن الحوار الوطني بشكل رئيسي حوار مستقبلي، هو حوار سيرسم خارطة طريق حقيقية للي جاي في الحياة السياسية بالمقام الأول وما يتبعها من مساحات اجتماعية واقتصادية فارقة جداً في عمر هذا الوطن. فالأمال حد السماء، يعني من اعتقادي وما اتفق عليه يعني أنه هذا التشكيل مرضي للغالبية، وهو يحملنا أمانة مضاعفة، أمانة شديدة أنه كل عضو هنا يحمل يعني ما يترقبه ملايين المواطنين من الشعب المصري وما تترقبه الحياة السياسية المصرية من نتائج لهذا الحوار المؤسس. ففي ظني يعني أتمنى أنه الشباب اللي بيتابعوا جلسات الحوار يستمروا في إرسال مقترحاتهم ويتفاعلوا مع هذا الحوار بكل الجدية المطلوبة.